عملية إتلاف وتدمير لمجموعة من القطع تتمثل في مجموعة من الألغام المضادة للدبابات والألغام المضادة للأفراد ومجموعة من الفيوزات ومجموعة من المقذوفات المختلفة والأعيرة النارية المختلفة، كذلك مجموعة من الصواريخ الحرارية. تمت العملية بنجاح، وكانت العملية في موقع آمن وفق معايير السلامة والاشتراطات الدولية، ولا تزال فرق مسام موجودة في الساحل الغربي في مواقع مختلفة، كذلك موجودة في المخا وموجودة في الخوخة. فرق مسام تعمل في القرى والهجر بتعاون وشريك رسمي من المواطنين. المواطن هو شريك النجاح مع فرق مسام، وذلك بتبليغه عن الألغام والملوثات الأرضية، عن أماكن تواجدها.